طيب الجنيه الغلبان المسكين اللي لا بنعرف نشتري بيه حاجة ولا حتى بنعرف نتعامل بيه في بنزينة ولا ركنة وخلافه، حد يعرف بيشتري ايه؟ على نفس المقاس كده في دول برة، وحدة الفلوس اللي عندهم مقابل الجنيه عندنا بيعرفوا يشتروا بيها حاجة؟ ما تيجوا نبص بصة كده مع بعض. تعالوا نبتدي من ألمانيا. لو مع حضرتك 1 يورو ممكن تشتري ايه؟ مش لازم تديله للسايس الألماني يعني، أولا مفيش سياس في ألمانيا حاجزين الركنة بحجر، ثانيا لأننا باليورو ممكن نشتري مثلا كيلو عيش من نوع لاندبورت بيورو، كمان ممكن كيلو رز ب85 سنت، يعني 85 من 100 من اليورو، لتر اللبن ب69 سنت، الطماطم البصل البطاطس البطاطا 70 سنت للكيلو. هنا لو رحت الخضري وديته جنيه هيديك خياره، خيار الرايه. شوف وهيرجع لك السنتات الفرق، يعني 69 هيدي لك 31 سنت ويرجعهم لك من اليورو، مش ممكن يقول لك ما عنديش فكه. طب نسيب المانيا ونروح على فين يا عم؟ باريس، قصدي باريس يا اخي. تطلع باليورو المتين تقدر تشتري بيه مثلا ايه؟ تفاحه ب1 يورو، كرواسونايه فرنساوي كده غرقانه في الزبده على مزاجك ب1 يورو برضه، حته كيك بالجنزبيل ب1 يورو، الباجيت العيش الفرنساوي الفينو الطويل ده ب1 يورو. روح كده بقى هات بجنيه عيش هيدي لك رغيفين قد كف الايد وتبوس ايدك وش وضهر. وانا هنا ما بتكلمش عن عيش الحكومه المدعوم ابدا، ده كبير وابيض وجميل. نسيب بقى فرنسا ونطلع على فين يا شباب؟ على امريكا بتاعت الدولار، والعياذ بالله ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. هناك بيجيبوا ايه بالدولار ده بقى؟ الدولار هناك بيجيب سندوتش همبرجر، يجيب لك علبه كانز، يجيب لك بيتزايا، يجيب لك ازازه شامبو محترمه. الخلاصه انه عمله يمكن الاعتماد عليها في السوق عندهم وفي منتجات بتمثل قيمته، ده بيخلي الناس في البلاد دي كلها تقدر تتصرف بالعملة بتاعتها زي ما شحيبر بيتصرف عندنا برضو كده بالجنيه.